كلنا نعرف أن التعليم هو أساس الحياة، وكل ولي أمر يتمنى أبنائه يتحصلوا على أفضل وأرقى تعليم عشان يضمن لهم مستقبل مميز. تخيلوا معايا مؤسسة تعليمية يكون فيها أساسيات التعليم النموذجي، بداية برعاية صحية متكاملة ومتوفرة طول فترة الدراسة، بوابة وموقع إلكتروني للطلبة وأولياء الأمور تمكنهم من متابعة مستويات أبنائهم، تسجيل صوتي للحصص والمحاضرات تكون متوفرة في مكتبة إلكترونية متاحة للطلبة، محاضرات يقدمها نخبة من أساتذة الجامعيين واللي تساعد في تقليص الفجوة بين المدرسة والجامعة، توفير ورش عمل ودورات تفاعلية بصفة دورية مستمرة، تعاقد مع معاهد لتوفير دورات اللغة المختلفة، حصص فنون وموسيقى لتنمية قدرات الطلبة، بالإضافة للتركيز على الصحة الجسمانية للطلبة وبتوفير أخصائيين في الفتنس والتغذية، وما ننسوش طبع الكافتيريا، كافتيريا متكاملة ومميزة. كل المزايا هذه مدموجة مع نظام تعليم كندي يضمن أعلى مستويات التحصيل العلمي. ما فيش داعي تخيل بعدك، كل هذا وأكثر ممكن نلقوه توا في سديم، مدرسة سديم الثانوية للبنات. خيالك أصبح واقعاً.